غوتيريش ينتقد سياسة إسرائيل في الضفة الغربية. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد اللاجئين حول العالم لمستويات قياسية. داعش يعلن مسؤوليته عن حادث إطلاق النار في مسقط. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات للسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها تقوض حل الدولتين. وكرر غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. أشار تقرير للأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين فروا أو أجبروا على الفرار من بلادهم إلى أكثر من 120 مليون شخص حتى مايو آيار من هذا العام، ويمثل هذا زيادة بنسبة 8% عن العام السابق، كما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق منذ أن بدأت المنظمة في الاحتفاظ بالسجلات. ويشكل الأطفال نحو 40% من جميع هؤلاء اللاجئين قسراً بحسب مفوضية اللاجئين. تبنى تنظيم داعش هجوماً مسلحاً استهدف مسجداً للشيعة في مسقط قبل أيام، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 4 باكستانيين وشرطي وإصابة 28 آخرين. الهجوم الذي يعتبر نادراً في السلطنة المعروفة بأمانها استهدف تجمعاً للشيعة خلال إحياء ذكرى عاشوراء، ووفقاً لبيان الشرطة العمانية تم قتل المهاجمين 3. عرض الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزيشكيان في رسالة نشرتها صحيفة إيران تايمز الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي سينتهجها خلال ولايته. وأبدى بيزيشكيان تطلعه إلى الدخول في حوار بناء مع الأوروبيين، منتقداً انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، ومؤكداً على أن بلاده لن تستجيب للضغوط. أعلنت ألمانيا عن خططها لخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف بحلول العام المقبل. ووفقاً لمسودة ميزانية عام 2025، ستقلل ألمانيا مساعداتها من حوالي 8 مليارات يورو في العام الجاري إلى 4 مليارات يورو في العام المقبل. وتسعى ألمانيا إلى أن تعتمد أوكرانيا بشكل أكبر على القروض المقدمة من عائدات الأصول الروسية المجمدة. في الختام تذكير بأهم العناوين. غوتيريش ينتقد سياسة إسرائيل في الضفة الغربية. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد اللاجئين حول العالم لمستويات قياسية. داعش يعلن مسؤوليته عن حادث إطلاق النار في مسقط. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.